الوزير الدكتور أحمد زاهر وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف. معالي الوزير، الجولة السياحية التي رأيناها أو التي شاهدتم فيها مجمع الأديان من الكنيسة المعلقة ثم ومسجد عمرو بن العاص، والآن نحن متواجدون هنا في مسجد محمد علي، هذا المسجد العريق الذي يقبع في قلعة محمد علي. الجولة السياحية يا فندم، وكيف رأيتموها على هامش أو بالتوازي مع انعقاد جلسات المؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على هذه الفرصة. وأصلا استفدنا من هذه الجولة كثيرا، وأيضا استفدنا هذه الأماكن التاريخية. نحن عرفنا العصور القادمة كيف كانوا يعملون وكيف كانوا بنوا هذه الأماكن. وأصلا لما زرنا هذه الأماكن تزداد الإيمان حقيقة. وهذه الجولة والله ممتاز ورائع، ونستفدنا كثيرا في هذه الجولة. لذلك على هذا نحن نشكر معالي الوزير محمد مختار الجمعة على هذه الفرصة. نحن استفدنا و نخبر إن شاء الله هذه المعلومات إلى أهل المالديف إن شاء الله. شكرا، هذا أهل الفرصة. شكرا للوزير، ودائما بالتوفيق.